مساء الخير يا شباب. معاكم مهند خالد، فايس سوبرفايزر وريبريزنتيف للبايوتيم ايجيبت في ام اس اي وماست وجامعه 6 اكتوبر. هبدا اتكلم عن البلان بتاعتي اللي انا كنت ماشي عليها ومفروض اطبقها من 1 اكتوبر ل 30 نوفمبر. اول حاجه انا بدات اعمل ديل ما بين بايوتيم وام اس اي ساينس كلاب بتنص ان يبقى يعملوا لنا ماركتنج ولغايه 50 تيكتس، وبعد كده يبقى في نظام ان هم لو كملوا الديل يبقى في ممبرز منهم يشاركوا في الاورجانيزيشن بتاع الكونفرنس. بدات بعدها اعمل توكس 3 توكس كل اسبوع غير الكامبينز، تمام. وبدات انظم الموضوع ما بين الكليات وبعضيها، ومن ضمن البلان برضو ان انا المفروض اعمل كوردينيشن في شهر اكتوبر ما بين دكاتره معينه في جامعتي وما بين بايو تيم ان هم يجوا سبيكرز للمؤتمر. الاهداف اللي المفروض كنت اطلع بيها ما بين شهر 10 اولا كان المفروض اطلع من ان انا اكون مخلص الثري دكتورز المسؤول منهم ويجوا كسبيكرز للمؤتمر باذن الله، وان انا اكون خلصت الديل بتاع سانس كلاب، والهدف ان انا اوعي طلاب جامعتي او الجامعات اللي انا مسؤول عنها عن بايو تيم وعن فكره المؤتمرات عامه وان انا اعمل ماركتنج للمؤتمر. الامبلمنتيشن تشالنج او الصعوبات اللي واجهتها وانا بنفذ الموضوع ده على ارض الواقع كان بدا فيه الناس مش بتبدا تقتنع بسرعه، تمام. كان في صعوبه في التواصل مع الدكاتره في شهر اكتوبر، تمام. وكان ما قبل ذلك كان لسه الدراسه ما بداتش، كنت عارف اتواصل معاهم اصلا. بعد كده بدات اتواصل معاهم ووصلت لحد مرحله معينه الحمد لله، وبعد كده يعني هديه زميلتي كملت بعديها في الكوردينيشن مع الدكتورز. ديل سانس كلاب تم لغايه لحد نصه الحمد لله، متوقعين ان هم يكملوا ان شاء الله. اشتغلت في توكس كتير جدا وبعدها كامبينز اكتر، وعملت كان في منهم زي كامبين مجمعه كده. الفيليرز او الاكشيفمنت والفيليرز بتاعت شهر اكتوبر ونوفمبر، اكبر فيلير بالنسبه لي كان اللي هو البايوريتي اوردر او ان انا ارتب اولوياتي، كنتش حصلت فتره فيها دروب كده اهو، فدي كانت فيلر كبير جدا بالنسبه لي وبالنسبه لمسؤوليتي من التيم. كانت فتره وكلنا وقعنا فيها يعني. بالنسبه للستاتستكس او من ناحيه انا حسبتها ما رضيتش احسبها على كل اسبوع، حسبتها كشهر، شهر اكتوبر شهر 11 عشان نقدر نلاحظ الفرق اكتر. فكان الموضوع بالنسبه للاكتيفيتي والافكت والتشالنج، كان الاكتيفيتي في شهر اكتوبر عالي جدا بس ما بدانا نلاحظ مفعوله، وبدانا نلاحظ مفعوله بيزيد في شهر 11. في شهر 11 لما بدانا نلاحظ نتيجه مجهودنا كان الاكتيفيتي بتاعنا بيقل، فده كان من ضمن الفيليرز اللي جت علينا. برضو الفيتشر سجيشنز والموديليتي او ان ازاي ننفذ الحاجه كده، انا كنت بقترح حاجه ان احنا بعد ما نخلص التوك في المحاضره نشجع الطلاب او نصور زي فيديو سيلفي كده او يبقى حاجه تلقائيه بحفزهم ان هم يجوا بايو تيم او اقول كلمه محفزه لبايو تيم وهكذا. عملتها وطبقت كويس جدا الحمد لله. ادفايسز، حاولوا تنظموا وقتكم بجد، الموضوع صعب جدا مش سهل، بس بيجي مع الخبره والوقت، وتعود وتفشل مره واثنين وثلاثه مفيش ضرر من المحاوله. ثانكس.